السلام عليكم يا ياقوت. وعليكم السلام مرمر. إلى أين أنت ذاهبة يا صديقتي؟ سأذهب لشراء الحلوى، ما رأيك أن تأتي معي؟ ولكننا تناولنا الحلوى بالأمس. نعم بالأمس واليوم وفي كل الأوقات، فأنا أحب الحلوى يا مرمر، إنها لذيذة. هذا صحيح، فالحلوى لذيذة حقا، ولكن عليك ألا تكثري من تناولها يا صديقتي. لا أكثر من تناول الحلوى؟ نعم، فتناول الحلوى بكثرة قد يؤذي صحتنا، لذا علينا الإقلال من تناولها واستبدالها بالأطعمة المفيدة. الأطعمة المفيدة مثل ماذا يا مرمر؟ مثل الفاكهة، فهي شهية ومفيدة جدا. حقا؟ نعم، فالفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة أجسامنا، لذا تعد الفاكهة عنصرا هاما من عناصر التغذية السليمة. وأي نوع من الفاكهة علينا أن نأكل؟ لكل نوع من أنواع الفاكهة فائدة تختلف عن النوع الآخر. أها، وكيف ذلك؟ فالليمون مثلا مقاوم رائع للزكام، كما يمنع نمو البكتيريا، والمشمش يحسن النظر في الليل، والإيجاص ينشط القلب، والكثير الكثير. وفي بعض الأحيان قد تكون الفاكهة بديلا رائعا للكثير من الأدوية. هذا شهي، أفضل تناول الفاكهة عن تناول الأدوية، فهي ألذ وأشهى بكثير. هذا صحيح. هل تعلم يا مرمر؟ أنا أحب البطيخ كثيراً، لذا أتمنى أن أتناوله في كل الأوقات. ولكن عليك أن تعلمي يا ياقوت أن تناول الفاكهة في مواسمها أكثر نفعاً وفائدة. ماذا تعني بتناولها في مواسمها؟ يعني أن نتناول فاكهة الصيف في فصل الصيف وفاكهة الشتاء في فصل الشتاء. ولما علينا ذلك؟ لأن الله خلق لكل فصل فاكهته المناسبة والتي تحتوي على ما تحتاجه أجسامنا من غذاء، فالإنسان في فصل الصيف الحار يفقد الكثير من السوائل. حقا؟ نعم، ولتعويض ما يفقده من المياه والأملاح بسبب التعرق، نأكل البطيخ والعنب التي تحوي على نسبة عالية من الماء. هذا صحيح، وإن فكرنا نجد أيضا أن فصل الشتاء الذي تكثر فيه أمراض الزكام مشهور بالحمضيات التي تؤمن لنا الوقاية والعلاج منه. أحسنت يا ياقوت. هل تعلم مرمر؟ سأحضر طبقا من أنواع الفاكهة الشهية، وأنا سأساعدك في ذلك. شكرا لك يا صديقي.